هاي، كيفكم؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم جاي بقراءة شهرية لبرج العقرب، راح أتحدث فيها عن الأحوال العاطفية لإلك وللشريك، وراح أتحدث كذلك حتى عن الأحوال العامة، راح أشرك كذلك حتى العزاب. راح نشوف شو بيخبئ لهم شهر يونيو. وما تنسوا إنه هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي قمري طالع، وفي إمكانية إنه تكون قراءة عكسية، وخاصة إذا تحدثنا عن الجانب العاطفي. اوكي، عم شوفك يا برج العقرب. تهدف الى بدء بداية جديدة او علاقة حب جديدة، بس عم شوفك كأنه انت مشوش الفكر وخايف، او عم تقارن الحب القديم بالحب الجديد، او عندك اختيارات وما عم تعرف كيف تختار بينها. اوكي، عم شوفك يعني واقف محتار اي قرار تتخذ بحياتك. ممكن ما تكون علاقة عاطفية، ممكن تكون حتى شراكة عمل، يكون مشروع، يكون شغل، اي شيء ممكن انت عم تفكر فيه. بالنسبة للشريك، عم شوفه معتزل، قاعد لحاله، ما عم يحكي معك. ممكن عم شوفه هذا الإنسان هو السول ميت تبعك، هو التوأم الشعلي تبعك، التوأم الروح، النسخة المطابقة لإلك أو النسخة التي تكملك. بس عم شوفه هذا الإنسان مجروح أو يعني تعبين جدا. عم شوفه عازل حاله عن كل عن كل الناس، عن كل المجتمع، عنك كذلك. ممكن تكونوا مبتعدين عن بعض. عم شوف كذلك على انه عزل حاله عن كل المجتمع، مش فقط انت، العالم. عم شوف كذلك على انه وارد جدا بهذه القراءة انه انتم مبتعدين عن بعض، لانه عم شوفه عم يتذكرك، وكأنه انتم قضيتوا وقت كتير طويل مع بعض، او قضيتوا اوقات حلوة جميلة جدا وانتم مع بعض. اوكي، عم شوف كذلك حتى انه انت شايل بقلبك تجاه هذا الانسان كذلك، بس عم شوفك كأنه صرت كذلك حتى انت تبتعد، او ممكن شكل لك هذا الانسان مشاكل او عمل لك مشاكل بالعائلة فصرت تبتعد اكتر. عم شوف كذلك حتى انت منزوي ومبتعد عن هذا الشخص. ممكن انت تتعامل مع برج العذراء أو تتعامل مع برج الدلو، كذلك عم شوف برج الثور أو الميزان، الجوزاء كذلك. عم شوف هذا الإنسان كذلك يتمنى رجوعك، أو يتمنى تغيير شيء، أو يحصل شيء بحياته، لأنه هذا الإنسان حياته شوي موترة أو مكركبة، ما عارف شو يعمل أو أي قرار يتخذ أو أي طريق يسلك. ممكن هذا الإنسان حيران جدا، عنده أشياء مو بس أنت اللي مسببها، يعني الحياة عامة. ممكن أنت شايل بقلبك تجاه هذا الإنسان لأنه ابتعد من غير ما يفسر ولا كلمة. إذا ممكن حاول إنه يجي عندك يا برج العقرب، ممكن عم شوف ردة فعلك حتكون ردة فعل صعبة، ممكن تنفجر بوجه هذا الإنسان، ممكن تحكي له كلام قاسي جدا. عم شوفك شخص ممكن تقوله كلام جارح جدا، يبتعد ابتعاد آخر. لهيك عم شوف منزوي ومنعزل، ممكن متخوف من ردة فعلك. عم شوف كذلك حتى هو يريد يرغب في إرجاع أو في بداية جديدة. أوكي، يريد صلحة، يريد تغيير الأمور، بس ممكن بيعرف أنه أنت شخصية صعبة، منك شخصية سهلة أنه يتعامل معه. أوكي، عم شوفه كذلك على أنه هو رح يعمل خطوة. أوكي، بس الخطوة رح تجي متأخرة، ما راح تجي بالوقت اللي انت مثلا شهر جون عم شوف الامور تتاخر، او راح تعمل يعني متاخر جدا. عم شوف انه نهايه العلاقه راح تكون بشكل سعيد، يعني عم شوف على انه هو يحمل حب كتير قوي تجاهك، وعم شوفه يعمل خطوة، بس راح تتاخر هذه الخطوة. ما راح تفكر انه العلاقة رح
تكون بشارجون جيدة. أوكي، عم شوف على أنه هذا الإنسان يدرك أنه مذنب، يعني يشعر لأنه هو المذنب بهذه العلاقة ويدرك ذلك، بس ممكن ما قادر يعني يفصح عن ذلك أو يعمل خطوة إليك. ممكن كذلك عم شوف على أنه عنده مشاكل بما تتعلق بالمال أو بالعمل، ما بيخليه كذلك يكون راكز الذهن. عم شوفك كذلك على أنه ممكن تكون عندك فرصة حب جديدة، أو ممكن يعاد صياغة هذه العلاقة بشكل جديد. ممكن تكون تبدأوا العلاقة بس بشكل آخر، ما رح تكون نفس المشاكل، رح ممكن تتكلموا لأنه عم شوف في كوميونيكيشن، بس هذا الكلام أو هذه الرسائل ستتأخر يا برج العقرب، ما رح يكون في تواصل بالوقت الحالي. في رغبة وفي نية إنه تتكلموا مع بعض، وخاصة هو عم شوف في رغبة، بس أنت عم شوفك يعني شايل بقلبك تجاه هذا الإنسان ومتوتر أكثر، وممكن بتعد من غير ما يفسر. لهيك انت عم شوفك كتير شايل بقلبك تجاه هذا الشخص، بس عامة الطاقة جيدة جدا. حاول اذا هو انسان مثلا طيب وانسان عنده خلق بس ما اعتزل من غير ما يحكي لإلك، حاول انه تلتمس لإله العذر، لانه عم شوفه يظهر بانه في مشاكل تتعلق بالمال والعمل، وعم شوفه لانه يحس انه مذنب يشعر بذلك. يكفيه هذا التأنيب الضمير الذي يعيشه يا برج العقرب. عم شوف كذلك حتى لعزة برج العقرب، عم شوف في حب جديد تطلع the lovers، كمان في ال ice of pentacles ال ice of cups. عم شوف حتى هذا ال three of pentacles بتعني الزواج، بتعني ال commitment، بتعني الارتباط. اوكي، ممكن يكون في ارتباط جديد بحياة برج العقرب، ممكن يكون حدا كذلك من برج العقرب، عم شوفه شخص مشهور او شخص elegant وشايني، شخص مشع، شخص معروف، شخص يجلب الأعين كتير، شخص بحبوه الناس. عم شوفه كذلك شخصية ناجح جدا، ممكن يشتغل بكل ما يتعلق بالحكومة أو بالدولة، بيشتغل مثلا بالقطاعات العسكرية وبالقطاع الأمن. عم شوفه كذلك ممكن يشتغل بالتعليم، هذا الإنسان ممكن يطلب إيدك أو ممكن حتى يريد الزواج منك. أوكي، للبعض ممكن يكون تقدم أو يتقدم هذا الإنسان أو يطلب إيدك، أنا عم شوفه شايل كاس الحب أو كاس المي لا 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 يتحدث معك. أوكي، عم شوفه كذلك إنسان لبق الكلام، إنسان بيعرف كيف يتحدث، عم شوفه يعمل خطوة مشان إنه يكون معك. هذا بالنسبة للناس العزاب. أما بالنسبة للحياة العامة يا برج العقرب، عم شوف في بداية جديدة تتعلق بكسب أموال، هذه الأموال ممكن تأتي من مبادرات، ممكن تعمل أشياء تخص المساعدات الإنسانية، أو ممكن تتجه يا برج العقرب إلى المساعدات الإنسانية، أو ممكن تكون يعني تشتغل بجمعية مساعدة الناس. نشوف كذلك ممكن عندك رغبة إنه تبني بيت أو تتزوج كذلك. عم شوف على انه عم شوفك يعني ممكن يكون عندك بهذا الشهر عزومات، او ممكن انت يكون عندك ضيوف بالبيت. عم شوفك تهتم لكل ما هو يتعلق بالاستقرار العاطفي والروحاني. عم شوف كذلك حتى يا برج العقرب ممكن في قضية بالمحكمة عم شوفها يعني ممكن تربحها. إذا كان عندك مشاكل تتعلق بالنوم يا برج العقرب، فعم شوف عم شوفك بهذا الشهر ممكن شوي عندك خلافات مع الناس، عندك خلافات مع ربك بالعمل، ممكن أنت تلجأ إلى
إلى عمل مشروع والابتعاد عن العمل بشركة أو عند شخص. أوكي، ممكن ما تلاقي حالك، تلاقي مشاكل معه وتلتجئ إلى عمل مشروع خاص. عم شوف في أعباء كتيرة ممكن تكون على عاتقك يا برج العقرب، وخاصة بالعمل. عم شوف ما عندك استقرار، بتحس حالك إنه منك مستقر، لهيك عم تلتجئ لكل ما هو روحانيات وكل ما هو صدقات وجمعيات والإهداء للناس عشان يحصل هذا الاستقرار بحياتك. عم شوف كذلك نجاح بقضية تتعلق بالمحكمة. عم شوف كذلك عندك أرق، بس عم شوف عامة الطاقة تتجه حول الانعزال يا برج العقرب. عم شوف كذلك عندك هدف، وعم شوفك مسكر أبواب كتير على ناس ما بيستحقوا، خاصة الناس المتطفلين اللي عم تاخذ الأخبار وعم تجيبها. أوكي، عم شوفك عم مقفل أبواب تجاه هذه الناس، ما عم تعطيها أو ما عم تسمح لها إنه تتدخل بحياتك. كذلك عم شوف على إنه ممكن في شخص خبيث كما قلت يتدخل بحياتك، حاول إنه تسكر الأبواب عليه، ما تحاول إنه تفتح الأبواب أبدا. عم شوف كمان إنه الصحة جيدة، بس انتبه للنوم، للأعين، كذلك انتبه لفمك، لأسنانك، حاول تغسلهم كتير منيح. انتبه لكل ما يدخل للفم من أكل، ما تأكل أي شيء عشان ممكن يسبب لك مشاكل بالمعدة. أو ممكن كطاقات عم شوف برج الدلو، عم شوف برج الحمل، برج الجوزاء، عم شوف أبراج هوائية، كذلك حتى عم شوف برج الثور، عم شوف أبراج ترابية هوائية ومائية. ممكن عم شوف على إنه عم شوفك بالوقت الحالي طاقتك كتير زعلان، كتير منكسر، كأنه في شيء ضاع لك، كأنه في طاقة سلبية عم تعيشها يا صاحب هذه القراءة. عم شوفك مكتئب، بحالة نفسية صعبة. ممكن كذلك الفايف اوف بنتكلز تعني الجفاف، الفقر العاطفي، الاحاسيس الجافة. يعني انت كل هذه الاحاسيس عم تشعرها بالوقت الحالي، عندك كتير نظرة سلبية حتى للحياة بالوقت الحالي، عم تشوف كتير من الأمور سلبية بحياتك، وكأنه الشخص اللي كنت عم تحبه خانك أو غدرك أو راح عنك. يعني في كتير من الخسارات بهذه الطاقة. عم تشوف كذلك على أنه حتى مشاعرك فيها نوع من الخسران، أنت عم تحس حالك خسرت العلاقة، خسرت ديمومة هذه العلاقة. ممكن الشخص الآخر اللي أنت معه مبتعد عنك، ما بيحكي معك، يعني مبتعد بنسبة كبيرة وحتى ما بيتكلم. أوكي، ممكن حتى أنا عم شوف هذا الإنسان بالوقت الحالي يعني سعيد جدا، وكأنه ما عنده هذه المشاكل اللي عم تعيشها يا صاحب هذه القراءة. عم شوفه كتير سعيد، عم شوفه فرحان، عم يحقق أحلامه، عم يهدف لتحقيق أحلامه، ما عنده هذه الكآبة اللي عم تعيش فيها أبدا. أوكي، عم شوف كذلك حتى انه هو ممكن غاوي علاقات، بده يدخل بعلاقات جديدة، بده يكتشف الحياة، لهيك عم شوفه سعيد وعم يحقق احلامه، بس انت عم تحس بتعب نفسي كتير كبير. اوكي، هذا الانسان كذلك يعشق، اذا كان الرجل يعشق النساء او يعشق يعني النساء الجميلات الممتلئات الجسم. اوكي، شخص كتير يعني مادي، كتير أرضي. هذا الإنسان بحب الفلوس، بحب النجاح المادي، بحب النساء الجميلات، بحب كل شيء أرضي بحبه. وكمان شخص، إذا بدك تبحث عن شخص روحاني، شخص هيك حساس، ليس بهذا الشخص أبدا. أوكي، عم شوف حتى على أنه ممكن أنت تأمل يعني بالمستقبل أنه ترجعوا لبعض، أنه تحكوا مع بعض، أنه تصلحوا العلاقة مع بعض، بس ممكن الإنسان الآخر بالوقت الحالي ما أنه أبدا يعني
يعني مش طارح الفكرة أصلا بدماغه. هذا الإنسان بفكر وبيعيش حياته، يعني هذا الإنسان ما بفكر بالماضي ولا بيرجع لثنايا الماضي، بل بالعكس بيعيش المستقبل ودائما طموح للمستقبل. ممكن أنت تتعامل مع برج الحمل لأنه عم شوف في كتير طاقة نارية. هذا الإنسان يعني ما بيعلق بمكان معين، ما بيعلق بطاقة معينة، بيقول إنه هذا انتهى، هذا الإنسان راح من حياتي، راح اكتئب. أبدا، هذا الإنسان لما بتنتهي علاقة أو بينتهي أي شيء بيبدأ شيء جديد. ممكن كذلك عم شوف مشاكل بيناتكم طرقت لأنه أنتم كتير مختلفين عن بعض. ممكن تكون ديانتكم مختلفات، ممكن تكون أنت من ديانة وهو من ديانة أخرى، ممكن كذلك حتى اللغة تختلف، ممكن الجنسية، ممكن حتى أنه يكون هو أكبر منك أو أنت أصغر منه. يعني في اختلافات، في فروقات كتير كبيرة، ممكن يكون مش من نفس بلدك. يعني عم شوف في اختلافات كتير كبيرة بيناتكم، ما عم تخلي أصلا العلاقة تكون راكزة. أوكي، عم شوف كذلك على انه كثرت في كثرة كلام، في كثير ناس كانوا يتدخلون بهذه العلاقة. عم شوف في قيل وقال، في ناس عم تتكلم، في ناس عم تتحدث بالظهر. ممكن انت كشخص على نياتك ممكن تحكي الأسرار اللي بالعلاقة والناس ما بتتدخل إلا بالشر. ممكن عم شوف على انه